شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي أقامه برنامج مكافحة العنف والإدمان معا، وتضمن تكريم عدد من الجهات الداعمة لعمل البرنامج وتدشين معرض معا للتوعية الأمنية 2023. نعم، وذلك بحضور أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والإعلام والتربية والتعليم وشؤون الشباب وعدد من كبار المسؤولين. بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققها برنامج معا في إطار منظومة الأمن المجتمعي، مشيدا بمستوى أداء الكفاءات الوطنية وقدرتها على التحدي والإنجاز ومواصلة التميز في الأداء، لافتا معاليه إلى أن زيادة عدد المدارس والطلبة المستفيدين من البرنامج وتحديث المناهج التوعوية التي يتضمنها وإدخال مناهج جديدة في مجال التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السبراني يؤكد حيوية البرنامج ومواكبته للمتغيرات الأمنية والمجتمعية. وأشار معاليه إلى أن التوعية الأمنية الفاعلة تتطلب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة والعمل المستمر على تعزيز الشراكة المجتمعية للوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة. من جهته أكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة معا في كلمته، أكد أن دعم معالي وزير الداخلية وتوجيهاته السديدة ساهمت في تنفيذ كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية الأجيال والارتقاء بالوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية المبنية على أسس المواطنة ومساندة جهود وزارة الداخلية في مجال الوقاية من الجريمة. وأوضح أن مسؤولية الأمن باتت اليوم مسؤولية مجتمعية تشمل كافة أفراد ومكونات المجتمع، ولذلك عمل برنامج معا والذي يعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا على تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة لدى النشأ، لافتا إلى أن البرنامج يغطي حاليا 196 مدرسة من أصل 211 مدرسة، وبلغ مجموع الطلبة المستفيدين أكثر من 136 ألفا، حيث ساهم ذلك في انخفاض السلوكيات الخاطئة في المدارس بنسبة 56%. إلى ذلك تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وممثلي عدد من الجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى عناصر الشرطة المتميزين في تدريس مناهج البرنامج في المدارس، حيث أعرب معاليه عن تقديره لما يقدمونه جميعهم. وفي سياق متصل تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين معرض معا للتوعية الأمنية 2023 والذي يتضمن مناهج البرنامج لمختلف الفئات العمرية وقنوات التواصل مع أولياء الأمور. يهدف هذا البرنامج برنامج معا إلى توعية الطلبة بحيث تكون لدينا الأسبقية في منع حدوث الجرائم أو في منع تعرض الطلبة إلى الضرر في حال لم تكن لديهم التوعية المطلوبة. فهناك تطوير للمناهج بشكل مستمر من قبل قسم معني ومختص في وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أيضا مدربون على مستوى عالي من الكفاءة تحت إشراف وزارة الداخلية. غطى البرنامج طبعا الغالبية العظمى من مدارس وزارة التربية والتعليم، وكان له انعكاس كبير جدا على انخفاض السلوك الخاطئ لدى الطلبة وفي نفس الوقت معالجة الكثير من السلوكيات غير المحمودة في المدارس. هذا البرنامج طبعا طموح جدا، وإن شاء الله وزارة التربية والتعليم سوف تستمر في التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية للوصول إلى كل الأهداف المرجوة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى. طبعا البرنامج منذ انطلاقه عام 2011 شهد تطور كبير، والحمد لله اليوم منغطي 196 مدرسة ودرب ووصل ما يعادل 136 ألف طالب وطالبة في مملكة البحرين. فإحنا متواجدين الحمد لله الآن في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التطبيق أو صفحة معا، وكذلك البرامج الجديدة اللي احنا نطلقها سواء بالتعاون مع السايبر سيكوريتي أو العناية بالطفل وتوعيتهم مخاطر السوشيال ميديا، وإن شاء الله نشهد تطور كبير
في هذا البرنامج. متفائلين بتوجهات معالي وزير الداخلية الله يحفظه، بعد تجربة امتدت من 2011 لغاية اليوم، أن هناك في يعني احتواء لهذه الآفة من خلال النشأ في وزارة التربية والتعليم. ودائما احنا نقول هذه الأعمال هي مواطنة، تأكد المواطنة والتعايش والسلام، وهذا نهجنا في وزارة الداخلية بناء على نهج الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. خلال السنوات السابقة برنامج معا قدر يحقق كثير من الشهادات والجوائز، واليوم عندنا 3 جوائز عالمية فزنا فيها و5 شهادات دولية اللي تعكس مدى احترافية البرنامج والتزام معا بالمعايير الدولية والحوكمة اللي مطلوبة من كل برنامج ناجح يؤدي رسالته بشكل واضح. والمعرض يشمل 6 أقسام، وكل قسم يعكس الخدمات اللي نقدمها للطلبة وأولياء الأمور بشكل رقمي وبشكل إلكتروني. فمن أهم هذه الأقسام هو قسم الواقع الافتراضي، اللي الطالب يلبس نظارات الواقع الافتراضي والدروس اللي هو كان يدرسها يشوفها قدامه بشكل واقعي، والتحديات اللي ممكن تواجهها في الحياة أيضا بتواجهها وهو قاعد يلعب اللعبة.